إذا ما بدرتش خلال 45 يوم من تاريخ النهارده بالسعي لإنشاء جيش بمساعدة الجيش المصري والخبرات الغربية، ستقوم القوات المسلحة المصرية بدك المنطقة الواقعة بين بني غازي ومطروح، هتضربها ضربا عسكريا مبرحا، بعد ما هتبعت انذارات لكل المدنيين اللي عايشين في هذا المكان علشان يخلوا المنطقة. سيشارك حلف الناتو في هذه الضربات من الجهة الغربية، يعني حلف الناتو هيضرب في هذه المنطقة من الجهة الغربية، والجيش المصري هيتولى الأمر من الناحية الشرقية بطولها في عمليات عسكرية لم تشهدها شمال إفريقيا إطلاقا، ولن يتصور أحد حجم النيران التي سوف تملأ هذه المنطقة. في سيناء ستقوم القوات المصرية بتأمين الجهة الغربية بطول سيناء من شمالها لجنوبها، وستتولى القوات الدولية تطهير المنطقة من الإرهابيين، وسوف يقوم الجيش المصري بعمليات عسكرية محدودة على طول هذا الخط، وفي الغالب هتبقى العمليات العسكرية برية وبحرية فقط، لن يكون هناك عمليات